في تمويل 66 مشروع اقتصادي ضمن إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية في محافظة المنوفية، والانتهاء أيضا من إحلال ورفع كفاءة عبارة غرب أسوان بتكلفة 1,300,000 جنيه. كمان مطار مرسى علم الدولي هيستقبل 143 رحلة طيران دولية أسبوعية، وانطلاق معرض الحرف اليدوية السنوية للمرأة المبدعة بشرم الشيخ. تعالوا نشوف أخبار تانية من محافظات مصر المختلفة. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة المنوفية أعلنت عن تنفيذ 66 مشروع اقتصادي بتمويل 877,000 جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل جادة تحقيقاً للصالح العام. محافظة أسوان أعلنت عن الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والإصلاح الشامل لعبارة العاشر من رمضان بتكلفة 1.3 مليون جنيه بالورشة الفنية لإصلاح وتصنيع الوحدات النهرية بقرية المنصورية بأسوان، ليتم تعويم العبارة وتشغيلها بما يسهم في خدمة أكثر من 22 ألف نسمة من أهالي القرية موزعين على 21 نجع وتابع. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع 143 رحلة طيران دولية أسبوعية بتصل من 12 دولة أوروبية، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمقر إقامتهم للاستمتاع بطقس البحر الأحمر. فعاليات معرض الحرف اليدوية السينوية للمرأة المبدعة انطلق بمدينة شرم الشيخ للتسويق لمنتجات السيدات العاملات في مجال الهاند ميد من محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى، وبيضم أكثر من 40 عارضة للحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة من 5 محافظات، وبمشاركة بعض السيدات البدويات لعرض التراث السيناوي المميز، إضافة لمجموعة من سيدات شرم الشيخ المتخصصات في شغل الهاند ميد لإتاحة الفرصة للسيدات لعرض منتجاتهم على السائحين. الفرق الطبية بمديرية الصحة بالشرقية اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمي، بتقديم الخدمة الإجمالي المنتفعات 55,269 سيدة خلال المرحلة الأولى، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والبطنة والأطفال. محافظة أسيوط أكدت استمرار أعمال توريد القمح المحلي الموسم 2024 بجميع المواقع التخزينية بكافة قرى ومراكز المحافظة، واللي بيبلغ عددها 28 شونة وصومع وهانجر ومركز تجميع، وارتفعت كمية محصول القمح المحلي المورد لتصل ل 172,371 طن قمح. انطلقت فعاليات القوافل التعليمية المجانية والمراجعة النهائية لطلاب الشهادة العامة من مرحلة الثانوية العامة للعام 11 على التوالي تحت شعار الجمهورية الجديدة العلم والعمل، اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية المحلية، وشارك في فعاليات اليوم الثاني أكثر من 2000 طالب وطالبة بالثانوية.